إن الأحداث التي تمر في مناطق دير الزور في الآونة الأخيرة وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا لخلق فتنة بين المكونات، وإنما تقوم به بعض الجهات الخارجية بزج بعض المجموعات المسلحة استهداف قوى الأمن الداخلي وحواجزها في المنطقة، ما هو إلا دليل على فشل مخططاتها المعادية. إننا في مجلس دير الزور العسكري سنكون القوة التي ستحافظ على أمن واستقرار المنطقة، كما ان بعض الاستهدافات التي تتم من بعض المجموعات المسلحه هي استهداف لقوات سوريا الديمقراطيه واستهداف لمجلس دير الزور العسكري بشكل مباشر. وهنا نناشد الاهالي بالتعاون والتلاحم مع قوات سوريا الديمقراطيه والقوات العسكريه لاعاده الامن والاستقرار الى المنطقه. قام قواتنا في سوريا الديمقراطيه وقوات الشايس بحملة تعزيز الأمن في دير الزور. من الأحداث التي تجري على الإعلام والتواصل الاجتماعي هي لضرب مكونات الشعب السوري ببعضها. طبعا عندنا معلومات كثيرة أن النظام جاء عديد في خلايا بدير الزور لخلق الفتنة، ونتمنى من أهالينا بدير الزور التعاون مع قوات الأمن الداخلي، مع قوات مجلس دير الزور العسكري، قوات السلم والديمقراطية لإحلال الأمن والاستقرار. قامت قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة لمجلس دير الزور العسكري وقوات الأمن الداخلي بتمشيط مناطق دير الزور بالنسبة للخط الغربي والخط الشرقي من خلايا داعش الإرهابية وبعض مجموعات النظام التي كانت لها دور في زرع الفتنة بين المكونات العربية الموجودة هنا، وهي تحاول السيطرة على المنطقة وبث الإشاعات عبر قنوات التواصل الاجتماعي من أجل زرع الفتنة بين أبناء العشائر وبين القوات العسكرية. فنطلب من أهلنا وأقاربنا الوقوف إلى جانب القوات العسكرية التخلص من هذه المجموعات الإرهابية وعناصر النظام والميليشيات الإيرانية التي تحاول زعزعة واستقرار المنطقة. طبعا مشان الحملة اللي توجهت تجاه دير الزور هي بقمع الخلايا اللي تابعة لإيران، تابعة للنظام، تابعة لتركيا، بس بنفس الوقت هي دخلت أذرع خارجية طبعا في دير الزور خط الفتنة بين الكونات. وعليه احنا بالنسبه لنا مجلس دير الزور العسكري زاد طالب اهالينا بدير الزور يتعاونون معنا مع قوات مجلس دير الزور العسكري ومع الامن الداخلي تنظيف هالمنطقه من الخلايا والاذرع الخارجيه.